بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان شاء الله النهاردة يا جماعة هنبتدي نتكلم برضو على دروس المايا، وهنشتغل نعمل ديزاين تاني جديد. والديزاين الجديد ده زي ما احنا اشتغلنا قبل كده، بس المرة دي انا هعمل تصميم لسرير اطفال. في نقطة عايز اقول عليها عشان ممكن في ناس كتيرة ما تعرفهاش. لما انا بيكون عندي شيب زي اللي قدامنا دون كده، وجيت مثلا هنا وعايز احرك الشكل بتاعي، ده المكان اللي انا بشتغل منه. ممكن يكون المكان الاسهم ده او المربع اللي في النص اللي انا مشاور عليه ده مضايقني في الرسمة، وعايز احركه من مكانه علشان اقدر اشوف تركيبة التصميم او الديزاين اللي انا بعمله واظبط النقط على بعض. ففي نقطة هقول لكم عليها، بندوس حرف الدي وبنتحرك كده وتحركنا منها، وتقدر تتحرك يمين وشمال او فوق وتحت زي ما احنا عايزين. لان انا ساعات ممكن يكون النقطة الارتكاز اللي انا بشتغل منها، سواء مثلا انا هنا في الفيرتكس بتاعت النقطة دي، والسهم كده كويس. السهم زي ما حضرتك كده شايفين جاي كده، ان انا ممكن يعني يروح في الاتجاه اللي فوق ده. فطبعا انا مش عايز كده، انا عايز اخلي السهم بتاعي يمشي الناحية دي. اروح انا دايس هنا على حرف الدي، اداني هنا الزاوية بتاعتي اهي، غيرت الزاوية بتاعتي ومشيت كده. ده اللي انا عايز اعمله. جيت هنا وعايز ادوس دي، وعايز اروح الناحية التانية، وعايز اتمشى بالزاوية بتاعتي اللي هي الناحية دي زي ما احنا شايفين، او زي ما احنا عايزين على حسب. تمام، هي دي النقطة اللي انا حبيت ان انا اقولها لحضراتكم. واهم حاجة تتابعوا معايا، عشان كل ان شاء الله كل مرة بنشتغل بيكون في عندنا حاجة جديدة. زي ما احنا كده عايزين نعمل وجه زي كده، وجيت انا قلت مثلا فيس، وجيت على الحتة دي. لو انا جيت كده دوست طبعا كنترول اي اكسترود، وبعد كده دوست حرف الدبليو وعايز اتحرك، بس انا مش عايز اتحرك الاتجاه ده، انا عايز اتحرك اتجاه تاني. اروح دايس كده واروح عامل ده كده اهو، واروح ماشي على السهم واروح الناحية دي. فهمنا؟ ادي كده النقطة اللي انا حبيت اوضحها لكم. طبعا ده على حسب الاستخدام اللي احنا نستخدمه، بس قلت اوضح النقطة دي لان في ناس سألتني عليها. نبتدي بقى نشتغل الشغل بتاعنا اللي احنا عايزينه. هنبتدي زي ما قلنا هنعمل سرير للأطفال. بسم الله توكلنا على الله، خليكم معايا.
وزي ما حضراتكم شايفين يا جماعة، هو ده كده يعتبر الشكل النهائي بتاعنا. الموضوع سهل طبعا وبسيط، ما فيهوش اي حاجة. كل اللي احنا محتاجين عليه ان احنا نعمل براكتس شوية، واتمنى لو في حد عنده اي تعليق او اي كومنت يكتب، وانتظرونا ان شاء الله في شغل تاني جديد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.